باسم يكون باسم الاتحاد المصري لكرة اليد وباسم محبي ولاعبي ومشجعي كرة اليد المصرية اللي بنعتبر نفسنا الحمد لله بالنتائج وبالمتابعة الجماهيرية احنا لينا شرف ان احنا نكون ثاني لعبة في مصر بتقدم افضل نتائج دايما موجودة على الساحة قوي. ديفيد من اللعيبة المدرب يعني اول ما اتعاقدنا معاه وسدنا يعني اتهاني كتير جدا ان احنا قدرنا نجيب شخص زي ده ان شاء الله يعمل لنا اللي احنا عاوزينه. جمعنا سيفيهات كتير للمدربين الوطنيين للمدربين العالميين بحيث ان يجي حد مناسب لطبيعه اللاعب المصري ويكون من احسن المدارس اللي موجوده على الساحه الاوروبيه دلوقتي او الساحه العالميه وهي فعلا المدرسه الاسبانيه. الحمد لله نجحنا ان احنا نجيب هذا المدرب الكوب اللي كان لاعب مميز جدا ومدرب في افضل فرق اوروبا. قعدنا واتكلمنا معاه وعرفنا ان هو عنده طموح انه يحقق حاجه مع منتخب مصر وهو شايف فيه نواه فريق قوي ان شاء الله. عندنا هدف قريب كاس العالم 2019 بنحاول ان شاء الله نحسن فيه مركزنا